السلام عليكم شيرات، كي صبحتوا لاباس؟ هايا اليوم شيرات جبت معكم قطايف، طايف مطلوبين في رمضان كاع يتشهاوهم، واليوم غادي نخدمهم معكم في الدار باش كاع تخدموهم ان شاء الله. اليوم نبداو ان شاء الله بالشربات. هنا عندي رطل تاع سكر 500 غرام سكر، هنا عندي هنايا نص يوطرو تاع ما، نص يوطرو تاع ما، وعندي هنا كاس ما زهر. نبداو بالشربات باش تبرد. هنا نديرو بسم الله الماء ونزيد داك الماء زهر وديه في النار، تحسبي لك يبدا يغلي ديري تحسبي ربع ساعة وطفي عليه الماء وتخليه يبرد. دوكا انا نديرها يطيب ونرجع لكم باش نخدموا الطايف ان شاء الله. هنا عندي الحشو، هنايا راني دايره الجوز القرقاع، ولا بغيتو ديروا كاوكاو ديروا كاوكاو ولا اللوز. انا هنا دايره دير 3 كيلات تاع القرقاع، انا عبرت بهذا الفنجال جاوني 3 كيلات. زيدوا نص كيلة تاع سكر معاه ونخلطوا هاد ال هنا نخلط كاع داك السكر مع القرقاع هذاك، نخلطوه مليح. هنا اللي تبغي لوغو تاع القرفه دير القرفه، انا نبغي القرقاع يجي هكا البنه تاع القرقاع بتحسي بها هذه. وهنا عندي الماء زهر، هنا الماء زهر غير رشه خفيفه ما تكثرولاش الماء زهر، غير هكا غير شويه باش يقعد ناشف هكا هكا غير بشويه بشويه خلطوه. هاد دوك خلطته هنا، دوك نوخر على جهه ونخليه يشرب هذاك السكر مع الماء زهر، ومن بعد نرجع لكم باش نخدموا الطايف. هنا الشيلات عندنا قطايف، هنا الطايف الشيلات اللي تشرو من نوعيه المليحه اللي يتحل غير وحده، خاطش هاد الطايف كاين فيه بزاف لي كاليتي. شوفوا النوعيه المليحه شرو منها. هنا شوفوا اللي تحلوه، حلوه غايه ما تخلوش كاع، حلو كاع ديك العقدات اللي فيه كيما هكا هكا كيما هكا، حلوه كاع بيان باش ما يجيكمش مكور هكا. حلوه هاي قلبوها وقعدوا تحلو فيها كيما هكا هذه هكا. انا صايرني حلاته هكا. هنايا عندي مغرفة لافاني، مغرفة لافاني كبيرة، وهنا عندي رشة تاع ما زهر ما تقطروش الما زهر غير رشة زوج رشات وصاير هكا. دخلوا كاع ديك لافاني مع الما زهر خلطوها غاية. هنا عندي الدهان راني مذوباته، دوك نبدا ندير في الزبده. دخلوا كاع داك الدهان فيها كيما هكا خليه يشرب كاع. نزيد هنايا دخلوا كاع داك الدهن، دخلوا هاي في القطايف ما تخلوش كاع ناشف، جهه ناشفه وجهه فيها. هنا عندي سني تاع كوشه، هنا هذا هو اللي غادي نخدم فيه تاع القطايف. هنا درت شويه تاع دهان، ندهن كاع السني تاعي. المغرف تاع دهان ماشي بزاف، لا غرفه ونص. هنا هادو القطايف تاعي كاع لي شمختهم، شوفوا هنا كي ولا لي درت لهم كاع الدهان. هنا نقدبو نديرو الطبقه الاولى بسم الله، فرشوه كاع كيما هاك. فرشوا الطبقه الاولى مليح، هنا شوفوا كي راه منفخ غايه بالدهان. هنا عندي هذا القرقاع تاعي اللي راني وجداته الساعة، وجدته معكم دوك نديره في الوسط كيما هكا. هنا قلت لكم توجور القرقاع ما الحشو ما تكثرولهش الماء زهر، غير رشه باش ما يتفخ لكمش. هنا ديرو غير هكا ما تلحقوش هنا الحواشي هادو كيما هكا، فرشوها
خلو هاد الحواف هنايا قاويين باش ما يخرج لكمش الحوش الحشو كي تبدا طيب. هنايا هكا شوفوا هنا دوك نزيدو هذاك نفرشوا الطبقه الفوقانيه. هنا كاع حطيت كاع دوك الطبقه الفوقانيه دوك الشيلات هنا اللي قد زيروا غايه الغايه. هنا هاك زيري كاع هاك بيدك زيري مليح ضغطي غايه الغايه وزيري هاك. اللي قد زيري عليها غايه باش ما تفخلكش كي ديرها في الفوق تبدا تنتفخ هكا. انا هذه هي النوعيه تاع الطيف اللي خدمت بها القمره، هذه النوعيه شابه تعجبني نخدم بها الحلويات. هنا هنا شوفوا صاي شيرات ابلاطيس كاع داك الطيف تاعي في الفوق في عفوا في البلا. دونك انا الفوق تاعي راه رايح ما دونك هنا نزيدوا المفروغه اللي قديروا شويه تاع الدهن هكا. ديرو كاع زبده ذوبوها دروك دروك انا الفور دروك كيفاه الفور دروك تشعلو له من تحت تشعلوش من الفوق تشعلو من تحت. كي تشوفو كي تشوفو طاب من تحت تشوفو دار هادوك الحواشي كاع حمارو طفو من تحت وشعلو من الفوق. هنا الشيء تشوفو هنايا طايف كي تشوفو هادوك الحواف كاع حمارو كيما ها دروك نطفو الفور تاعنا من تحت ونشعلو له من الفوق. هنا صاي الشيء اللي تشوفوا هنا القطايف تاعي راهم طابو. هنا اللي كيتخرجوا السني حامي اللي حامي ديريكت تقعدوا تشربوا فيه. انا هاي الشابه تاعي اللي قلت لكم تحسبوا ربع ساعه الا بقى يجي ثقيل يجي بخاسكي الحسن تجي الشابه ثقيله. دوك هنا نبداو نسقوا فيها شوفوا كي راه يجي لك الشابه شوفوا كي راه يشرب. إلي تخرجوها حامية ديرك تمو ديرو فيها وشربت تكون باردة مديروش كاع الشربات سي شوفو حبسو كي تشوفوها مازالت خاصها عاودو زيدو سكوها هاي قدامكم. أنا دوك نخليها تشرب شوية ومن بعد إن شاء الله نوريك في صحة التقديم. هنا صاي شيلات القطايف تاعي راهم طابو شوفو كي جاو شابين حمرتها غاية لي طيبوها باش تجي حمرا بنينة متقولش من داخل عجين. وهنايا الديكوغاسيون كيما بغيتو نتوما زوقوك. أنا درت عندي حبة كركاع درتهم ها هاد الحلوى دقيقة ونتوما لي عندكم زوقو بها. هنا دروك أنا غادي نقسم معاكم موصو شوفوها كي جات شيرات صاي الشيرات. هاني قسمت معاكم مورسو باش تشوفوها شوفو من الداخل كي جات هداك الحشو كي راه يبان كي راه يبان شوفوها كي راهي شاربه مع السلاش ايا. غادي هنا نقسم معاكم شوفوها هنا شوفو كي راهي طريه شوفو هنايا شوفوها كي راهي شاربه وخفيفه. وهنا الشيرات هاد تبغي تروحي تا هاكا تضيفي ديريها خدميها في دارك وديها في عين بواط هكا شابه وديها معاك. وتاني رمضان السهره نبدلو خطر قلب اللوز خطر القطايف كل خطر وديري حاجه وان شاء الله الشيرات. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تاع اليوم تاع القطايف جربوهم ريحتهم راهي تشهي جربوهم غادي تندموا عليها ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش الشيرات بالاشتراك ولا عجبتكم ديروا لي جيم والتعليقات ما تنساوش ديروا الكومونتير مليح ان شاء الله. نتمنى الفيديو تاع اليوم تاع القطايف راه عجبكم وقارئوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه وصحه فطوركم.